إلى ماذا تستند لتشبيه شخص بأهله؟ أيوة، جد حلو هذا. يعني من أشوف واحد شلون أقدر أعرف هذا ابنهم من الجينات؟ شو يطلع عنده؟ شو نشوف به؟ خلي نشوف. إسراء شو تقول؟ الخشم. الخشم؟ أي يا يابا. لو هيك لو هيك. هاي من الخشم لو كباية لو منقار لو حباية. الأنف. يا حلو. شكل الأنف. نعم، شقد حلو الشكل. خلي نشوف شيء ما لربما تقدر تجيب الاحتمال الأول. لون البشرة. لون البشرة. الله الله الله، جد حلو. اجي صح بس هي وقع على احتمال. اذا تفضلي سيدة شيماء. ونجي اذا مع عائلة اسراء ونسأل احمد. شو يقول احمد؟ لون الشعر. لون الشعر. خطأ. شو يقول استاذ ابراهيم؟ شكل الوجه. يعني الشكل يعني شنو؟ يعني شكل الوجه. شكل الوجه كامل. خلينا نشوف شكل الوجه. الملامح. الملامح.